صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم. رجعت لكم جديد أنا علا بفيديو جديد. اليوم الفيديو هلأ لي تقريبا 8 أيام ما نزلت فيديو لأنه ما بعرف عن جد هالرمضان كتير عم بمرق بسرعة وتعب الصيام وهيك وما في أكشنات بصراحة. وسعيد مسافر وأنا عم بقضيها عند رولا أغلب الوقت عند بعض، يعني هي بتجي لعندي يا أما أنا بجي لعندها، فما بعرف هيك ما يعني إذا ما كان في هيك شيء مميز كتير ما بحب إنه أنا أصور وأنزل. بس صار معي قصة هيك حابة، هلأ عندي مشوار طويل شوي، فصار معي قصة حابة إنه أنا أشاركها معكم وأسمع رأيكم. وهيك قصة على قد ما هي مستفزة على قد ما هي أحيانا نكتشف إنه في شغلة بتصير بحياتنا هي اختبار من رب العالمين. من اول ما رجعت من مرسين ما كثير عم بنزل على السوق وعلى المولات وهالقصص، يعني انه ما عاد اكفى بالبيت، ما عاد اكفى بمعنى انه عم بحب اضل بالبيت، ما بحب اطلع من البيت كثير. فاجا يوم من الايام كنا صايمين وتعبانين وما اجى على بالي انام الظهر، انا لي نومه هيك الظهر تقريبا شي ساعه لنومت ليلي. فحكيت مع اختي وقلت لها شو رايك انه ننزل على المول، لنا زمان ما نزلنا ونشتري ثياب عيد لابنه ولبنتي، اي المهم ونشوف شو في ما في. يعني البرايم مول هون عنا بعد الزلزال كان هو اصها صار له او هيك شيء، فتاخروا لفتحوه، قلنا انه بعد ما فتحوه انه بننزل. المهم ما بدي اخذكم بطول السيره، نزلنا على المول وكانت النزله المشؤومه اللي سبحان الله. بس لا يعني هيك بالعكس عطتني قوتني، يعني القصص صارت معي هيك غيرتني شوي. هلا بعد الزلزال وهيك نفوس الناس تغيرت كثير، تغيرت وخاصه الاتراك، وخاصه الاتراك تجاه السوريين. هلا هي انا ما راح اقول انه هو عنصري لاني انا شفت الاتراك بين بعضهم عم بتخانقوا وما عم بصبروا على بعض وطالعه روحهم من بعض وهيك. هلا شفتوا بالنسبه للطفله غينا بكل ليست كلياتنا كثير نهرنا عليها، الله يرحمها ويجعل مسواها الجنه، كيف هلا صارت هي طير من طيور الجنه. بس يعني الدوافع وقت بتكون عنصريه كثير بتنقهروا يا جماعه، يعني انه ليش يعني طفله اطالع قهري بطفله. فيعني عم بحس انه بعد الزلزال حتى في صفحه مختصه بس باخبار غازي عنتاب، يعني بس الاخبار ايش بيصير بغازي عنتاب بينزلوها، فكانوا بيومها منزلين 4-5 تيلات بين ناس، يعني بين 2 عم بيسوقوا موتور تخانقوا مع بعضهم، بين سيارتين، بين 2 نسوان على موقف الباص. كثير كثير انه ومعلق هو انه يا جماعه ايش صاير للعالم؟ يعني قبل كان مثلا تحس انه العالم تتجنب المشاكل وهيك. anyway فانا كنت اشوف هاي الاخبار واقول يعني ما بتشوفوا لحتى تنزلوا وتشوفوا بعينكم. فبيوم نزلت انا على المول كنا عم نفتل بالال سي وايكيكي، فكنت اخذ هديه لرفيقتي وبنفس الوقت عم باخذ انا قمصان لالي من نزلين الصيفي، فشفت القمصان الملون وهيك، فانا من ضمن الشغلات كنت عم بدور عليها هدول القمصان المخططه، فلقيت وحده شو اسمها شايله هذا القميص اللي انا كنت عم بدور عليه بغير محلات ولقيتها شايلته مع اني ما شفته انا بالال سي. فبكل بساطه بكل هيك يعني طيبه وهبلنه وايش بدكم بكل لطافه انه يعني ما رح لكم بالتركي شو، قلت لها بس انه لو سمحتي من فضلك لعزبك منين اخذتي هاد؟ انه هذا الستان تبعه وين؟ هي زبونه. والله يا جماعه ما بقدر لو انا معني انه بالعاده وقت اللي بدي اسال ناس بختار يعني انه اذا شكلها ما عجبني ما بسالها، وبالعاده ما بسال الزباين وهيك انه افتح حديث مع حدا، او انا ماني من النوع اللي انا بتعرف على حدا جديد، ماني من هالنوع عرفتوا؟ يعني انا انسانه اجتماعيه بس هن يتعرفوا علي، مو شو بيتحمس انا ما عندي هالفضول او الخطوه اللي انا اخذها حتى اتعرف على العالم. فانا كان كل هيمني بعقلي انه انا عم بدور على هالقميص وهي اخذته من هون مبينه شايلته بدها تشتري، فقلت لها انه منين اخذتي؟ والله يا جماعه هيك طلعت فيني من فوق لتحت، طلعت فيني من فوق لتحت، ما عم تفحصني عجبني، عم تفكر ايش عم تفكر ما بعرف، انه قعدت انا اقول لك وانا ليش واقع بتفرج عليها، انا جتني الصدمه وعم تقشني طبعا من فوق لتحت يعني بقرف. فانا طلعت على حالي انه انا في شيء يعني انه بنزل انا على اخر طرز، يعني ما بعمري بحياتي ما نزلت مبهدله او كذا، فشككتني بحالي يعني. فبعد ما طلعت فيني هيك قام قالت لي انا بدي اجاوبك الك، روحي انت طلعي لحالك، مين انت حتى انا اجاوبك؟ عم بقول لكم يعني لو انا عم بضحك، بس انا بيومها يعني لو ما الدنيا صيام وصايمه
واخد عهد على نفسي اجزم غازي. بتعرفوا انا من نوع النشكلجي وما بسكت لون بشكل عام، ما بسكت يعني كل القصص صارت معي ما بسكت لون. بس في شوي كان حق علي انه هي زبونه، يعني هي مي بتشتغل بالمحل، وبتشتغل بالمحل اكيد ما كنت سكتت لها. فانا طلعت فيها هيك مصدومه لسه، يعني بشوف انه لوين رح توصل. ما شاء الله عندك لغه تركيه، روحي اسالي بالدوري بتعرفي وين. فقلت لها ايه انا معي لغه تركيه، وسالت بس كانه سالت الشخص الغلط. anyway وضحكت هيك ضحكه ومشيت، يعني ما مشيت، ضليت واقفه. فهي مشيت وضلت كل دي كل شوي تندار تطلع علي من فوق لتحت وتمشي. من هذول هيك اللقمه اللي هيك المعقدات، يعني معقده يعني هي نظامي. ف يعني شوي مو شوي كتير زعجتني، خليت هيك بتعرفوا هذا الشعور وقت هيك بصب عليكم مي سخنه بتحسوا هيك شوي جوا عم بتفوروا بتغلوا، هذا الشعور اجاني. فقلت يا ربي يا ربي انا كظمت غيظي كرمالك، بس عن جد يعني زعجتني هيك، خذ لي حقي منها. ما تخيلت انه ياخذ لي حقي منها بهالسرعه. ف هي وقت اللي انا واقفه ولساتي انا مصدومه، يعني انه انا كنت عم فكر انه ايش اعمل، اردلة ولا اترك انجا لاني مي طبيعيه، يعني ما لفوق وهله بالي انه هو موقف عنصري يعني. ومع ذلك يعني لو رحتي بدها تشتكي انه هي ما بدها تجاوبك، انه تصطفل يعني ما في منها مشكله، عرفتي شلون؟ فتركتها سكتت وتركتها. بندار بلا بطلع فيها وجع هيك، بعطيها اخر نظره بطلع فيها، فبتندار بتندار علي بتعمل لي انه ايش بك، بتجي لعندي يعني بدها تعمل مشكله او بدها تهجم او هيك. فانا عملت لها هيك دور، شلت حالي وطلعت، طلعت برات المحل كلياته. فدقيت لها لاختي قلت لها هلا هل بدي اطلع من المول خلص، يعني تخربط مودي وهيك، وما بقى بدي اكمل لا تسوق ولا اعمل شيء ولا اساوي شيء. حكيت لها القصة لقالوا لها حتى الولاد زعجت تضايقت، فشنا يعني حتى نحن واقفين على نكشة، يعني حتى نحن نفوسنا تعبانة، فما عم نتحمش من قبل. مثلا ممكن انه كنت اتحمل واخذها بضحكة وما يهمني وهيك، بس لاني نفوسنا تعبانة صرنا هيك، يعني حتى نحن انه نتضايق من هيك مواقف. هالمواقف انا من قبل لو كان صاير معي كنت اخذتها بمسخرة وضحكة ومشيت ولا اثر علي، بس لاني عن جد نحن فينا جواتنا شيء هيك تعبان يعني. لا لا اختي قام قالت لي خلص اذا متضايقه امشي نطلع. قلت لها لا والله ما حدا رح يزعجني ولا حدا رح يضايقني، انا نازله اشتري واتسوق. شفتوا انا بالنسبه لي التسوق هو اللي بيعطيني سعاده وهيك، لانه بعرف حالي اذا رجعت على البيت ولغيت التسوق رح ارجع اتكركب بيومي كلياته. قلت خلص ماني حاططها على بالي وتصطفل منها رب العالمين، بس يا ما سامحتها يعني اخذ لي حقي منها، لانه كثير انزعجت منها. يعني هلا انتم ممكن انا عم بحكي لكم موقف تحسبوه عادي، بس انا مو كنت محطوطه فيه، انت لو تنحطي فيه كتير 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 كانت نظراتها يعني مزعجة، وسبب الحكي وسبيت انه مين انتي، انه بما معنى انه انتي تحت المستوى حتى انا اجاوبك يعني. فسبحان الله ما كشلون في ناس اخلاقهم نشح نشح نشح، يعني ما تخيلي انه انتي يعني تعرضت كثير لمواقف عنصريه بتركيا، بس بيكون مثلا انه في سبب من وراها او في شيء، بعدين مثلا بندموا كذا لانه وتطلعي عليهم بالعيلي فبسكتوا. على فكره ما انا ما عم بحكي هلا انه هيك عنصريه اتراك تجاه السوريين، هي موجوده بس ما كلهم، دائما في اتراك قمه بالذوق قمه بالاكابريه قمه بالتعامل، هذا بنشوفه اكثر. ها التراك التعامل كويس بنشوفه اكثر، بس وقت بيجي يطلع لك حدا عنصري او بيتعامل معك بطريقه ما كويسه، يعني بيطالع كل الاخلاق الزفت اللي عنده وبيقدم لك اياها هيك بفرجيك اياها. فمشان هيك نحن بنتضايق منها، ما انه مثلا موقف عنصري. هلا هي لو كانت ماشيه وما بدها تجاوبني او ما بدها تحكي او تقول لي ما بعرف، خلص انا عادي ما بهمني بمشي الحال وبمشي، بس عم تبهدلني انه انا مين انت مين حتى انا اجاوبك، روحي طلعي انت لحالك، انا ما شغلتي انا اجاوبك. وبالفعل هي ما شغلتها تجاوبني، بس هي بتعبر عن اخلاقها. يعني نفس الموقف صار معي، كنا بالمول، ف كنت شايله بلوزه برتقاني ولونها بجنن بجنن البلوزه. فانا كنت ماشيه بالمحل فشفت وحده عم تطلع على البلوزه عجب اللون، فاجت لعندي هيك بلطافه تركيه سالتني انه منين البلوزه. قلت لها والله وقت اللي اخذتها بالستاند كانت اخر قطعه، حتى هي اكبر من مقاسي بس انه اخذتها لانه حبيتها، بس تعي مندور سوا، اخذتها لعند الستاند محل ما انا اخذته وانا متاكده انه ما بقي منها، بس هيك حتى اجبره بخاطره.
طلعنا ما لقيناها. شلت البلوزه قلت له والله بتاخديها خلص عجبتك بتاخديها، اصلا انا اخذتها اكبر من مقاسي بنمره وهي شوي اصح مني. لا 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 وكذا وتشكر انه من تشوك نازكسن وما بعرف شو وهذا، وما كانت ترضى تاخذها. بس يعني نفس التصرف انا حطيت فيه قبل ما اتعرض لهالموقف من زمان، فهي كان تصرفي. لان كل انسان بوقت بتصرف ما بيسيء، يعني هي ما اساءت لي، يعني انا ما حسيت حالي انه انا انسانه ما كويسه او هيك. هي اساءت لحالها، هي عبرت عن حالها عن اخلاقها. وقت حدا بغلط فيكم بحياتكم ما تعتبروا انه انتوا انهنتوا او انتوا انزليتوا او انتوا حدا غلط على، وهي غلطت بس هي عبرت عن اخلاقها بالاول وبالاخير، هي عبرت عن اخلاقها. anyway فكملنا، قلت لها خلص كملي لا اختي انه ما رح اتاثر ولا رح اتضايق وهيك. فنحن ماشيين خلصنا والله وطولنا يعني شوي، طلعت على قسم الاطفال واخذت هيك كم قطعه لليلي ورايحه بدي احاسب. انا بروح بدي احاسب تضرب عيني بعينها، واقفه على الكاشير فوق بصفه، واقفه هي على الكاشير وطلقت عيني بعينها فعطتني نظره يعني غير شكل. فانا ضحكت يعني عم باخذها. هي كمان وقت بيكون قدامكم شخص بده مستقصد يستفزكم ضحكوا، بس ضحكوا ولا تطلعوا فيه. فانا دقيت لها لرولا قلت لها وينك، قالت لي انا واقفه على الكاشير. قلت لها هلا جيت على الكاشير ما لقيتك، بتطلع اختي واقفه وراها. برجع بجي على الكاشير بلاقي اختي واقفه وراها ورا هي هذا. قلت لها لا اختي هي اللي قدامك هي اللي هيك عملت، عم تندار علينا وبتزورنا، بتحط كتف على كتف، كانت هاي الاغراض تحطهم على الارض وتندار كتف على كتف وبتطلع فينا انا واختي وانه اسكتوا. والمول الضجة اللي بالمول يعني الدنيا التراك بينزلوا بيشتروا اغراض العيد كتير بكير، فدايما كل رمضان بيكون المولات كتير زحمة. فزعج صوتي انا وضلينا نحن ما طلعنا فيها، هي عم تحكي انه وطوا صوتكم ومزعج وما بعرف ايش، ونحن عم نحكي ولا شايفين ولا كان في ولا كان في حدا عم يحكي. تجاهل لابعد حدود. هي مشكلتها انه هي بدها تعمل مشكله، وشخص بده يعمل مشكله وهو مستعد انه يغلط ويسب وهذا، انا ما بحط حالي بهالموقف، بتجنب بطنش. المهم هون حتى اتجنب قلت لها انا نازله على الكاشير اللي تحت احاسب وانت خليكي هون. نزلت بدي اقول لي اختي بعد 10 دقائق بتقول لي علا انت ايش عامله يا رب العالمين، ياي الشيء اللي صار راحه عليكي. قلت لها ايش صار؟ قالت لي اجت على الكاشير هي اخذت كم قطع. هلا هن بالال سي كلياتها بنعرف انا عجبني هالقميص. اول شغله بطلع عليها شو سعرها، بطلع على السعر، عجبني السعر بشيله باخده، بناسبني بشيله باخده. اخذت هي تقريبا شي 10 قطع، كل قطعه تعطيها اياها، وزحمه الطابور كثير زحمه، كل قطعه تشيلها تعطيها اياها للكاشير بتقول لها شقدها هي سعرها، بتقول لها مثلا 350، بتقول لها ابطال ما بدي اياها. طب البطاقه عليها، ما هي ما اخذ شيء بلا بطاقه. المهم على 4 قطع هيك عملت، قام قالوا لها السعر، وعصبت عليها على الكاشير قالت لها السعر مكتوب على البطاقه قبل ما تاخذيهم، انت ليش ما طلعتي على السعر؟ اول 4 قطع سالت على سعرهم قالت لها ابطال، ولسه في معها كومة قطع تانية. ما بتعرف تقرا، ما بتعرف، ما بنعرف شو مشكلتها. قام ثبتها للكاشير، هي ثبتها للكاشير، اجوا شفتوا هدول الكاشيريه مع بعضهم ما بيريدوا انه هي الصبيه. قالوا لها لا ليش عم تغلطي عليها؟ وليش عم تعملي؟ انت الغلطانه، انت السعر مكتوب، انت الكذا، انت الكذا. وصارت هي فلتت عليهم، انه فلتوا عليها، شالوا الاغراض، قالوا لها روحي ما راح نحاسبك وطلعي برات المحل وبطلنا نبيع. ومعني الكاشير ما عنده صلاحيه يقلع زبون الا في حاله واحده كان في هذا، واللي واقفين على الطابور كمان شدوا مع الكاشير انه انت ما بصير هيك تحكي وانت مين حاسبه حالك وانت كذا. قالت لي علا الطابور اللي وراي من طرف والكاشيريه من طرف كلهم بهدلوها، وهي عم بتبهدل، هي ما همها حدا، يعني كل هالعالم قاعده هي عم بتلحق لهم بتبهدلهم وكذا. المهم شالوها قلعوها، قلعوا المحل كلياته. فطلعت هي بالاخير كثير انه انسانه ما طبيعي، يعني هي مشكلجيه، هي في بعقلها شيء. طلعت قلت لها لارولا وقت حكيت لي هيك، قلت لها بتعرفي شغله بزعل عليها، والله بزعل عليها، انه الله يعينها على حياتها، شقد صعبه، شقد معذبه حالها بحياتها، يعني شقد اخذ الحياه بتعقيد وبصعوبه، انه بس انا بدي اتقتل مع الناس وبدي اختلف معهم، يعني ما هي حياه سهله. المهم ما خلصت، انا مو نزلت لتحت بدي احاسب، فمعي ليلي بالعربيه وانا شايله اغراض وواقفه على الكاشير. قدامي وحده بتطلع عمرها شي 18 19 سنه، يعني صبيه صغيره شايله السكادول شنتاي على الظهر،
فهي حاططها على ظهرها، قام ليلي شدتها فيها هيك لعبه الشنتاي، قام شدتها من اللعبه، ما بتعرف طفله يعني، عجب لفتت لها نظره شغله ملونه مسكتها شدتها. بتندار البنت على بنتي، هي الصبيه بتندار عليها، بتشقش لها من فوق لتحت، وبتشد شنتيتها هيك وبتحطها قدام وبتعمل اف بتتقفف. فانا طلعت هيك، يا جماعه شوفوا هلا يمكن انا لاني مدرسه انجليزي او مدرسه يعني ما بعرف، انا ما بتقبل هذا التصرفات هيك بتطلع من حالها يعني. مش هيد قطر اكفين عن جد، معني انا ضد العنف، بس هيد قطر اكفين غير شكلها. فيش اهري بالاولى فيها يعني، انه طفله صغيره ايش بدك فيها. فبعتت بنتي انا كمان طنشتها، رجعت ليلي مسكتها من جاكيتها، انا ماني منتبهه معني بعدي بنتي عليها بس هي عم تقرب يعني، فمسكتها من جاكيتها او من دارت على ليلي، قام ليلي ضحكت لها، ضحكت لها هيك وعملت لها حركات هيك كثير كيوت. فدارت طفله هي عم تعملها من ام طلعت، اذا عم تحط عقلها بعقل بنتي اللي عمرها سنه ونص، هي عمرها 19 سنه كمان، الله يعين الدياغده هي. فهيك صايره النفوس والله يا جماعه، يعني في ناس تحسنت نفوسهم تعلموا واخذوا درس، في ناس سائد نفوسهم. خلونا من الناس اللي عن جد يعني اخذنا درس يكون ايجابي بحياتنا، بقلكم ايه كلياتنا عم نعدي بظروف نفسيه ما حلوه وهيك عم نحس انه الدنيا ما هي مستاهله وهيك، بس ما في داعي لهالتصرفات وهال يعني مو تصرفات، هي اخلاق. صفيت، نجي على الموقف الثالث، مستعدين تسمعوا؟ الموقف الثالث انا هون خلاص يعني قرفت من اقول مرحبا لاي حدا، فانا رايحه على الاسانسير، اختي فوق وانا تحت، ونلتقى بمحل فوق. فانا واقفه قدام الاسانسير، بالمول في اسانسيرين فاضي ما في حدا غيري وانا وليلي، وانا من فهمي بقد ما هيك مركزه وبقد ما صيام ما واخذ علي، في اسانسير عم بطلع وبنزل وبفتح وهذا، في اسانسير متعطل، انا واقفه قدام الاسانسير المتعطل عم بستنى يفتح لي. تخيلوا عقلي وين. هداك عم بنزل وبفتح فاضي وما بطلع فيه، عم بستنى الاسانسير المتعطل، وشفته متعطل ما بعرف يعني ليك، يمكن نصيب لحتى انه يصير معي الموقف الثالث. فاجت وحده هيك محجبه وشايله كرتونه كبيره ومعها ولدين ومعها امها يعني الناني، هي قالت لي هذا الاسانسير ما عم بيشتغل، قلت لها ايه صح ما عم بيشتغل، انه انا ليش واقفه يعني، هي نبهتني. فصارت بنتها تلعب مع بنتي وحبوها لليلي، صاروا يلعبوا معي يحكوا معه وكذا، قالوا لي بنتك وحيده بنتك كذا، قال لهم ايه. فبس عم بجاوبك شوي يعني، من ما مشتي اجاوب يعني، ما مشي اخذ واعطي مع حدا. فهن الام والنانه كثير ياخذوا ويعطوا معي، انه انت من وين انت كذا، كثير لطيفين يعني، من الاتراك عن جد لطيفين، بس انا ما كان لي نفس انه انا احكي او افتح حديث او هيك. فجينا هو فتح الاسانسير بعد ما قلنا ساعتين عم نستنى انا وهن، اجوا من طرف اليمين اليسار اللي هو كفتوا ناس جروب كبير بدهم يطلعوا بالاسانسير، قام هي شايله كرتونه كبيره، انا اول وحده كنت واقفه ومعي عربيه بنتي. فانا وقت اللي كفتوا التراك بشكل عام بالاسانسير ما بيراعوا انه مين كان واقف قبل كذا، بيدخلوا بيطحشوا ما بوقفوا على الدور او هيك. فهي شافت انه هن راكدين طيحشين وهن مراهقين يعني، قام وقفت بالعلبه تبعيتها اللي شايلتها، سدت الطريق عليهم وقالت لي اطلعي تفضلي، انت اول وحده كنت عم تستني تفضلي اطلعي. يعني مثل ما بقلكم في انه ناس بتعامل بشكل ما كويس، في ناس كثير بتعاملوا باخلاق يعني، هي ما هي مجبوره انه تفتح لي طريق وتخليني ادخل، بس هي لاني اخلاقها عاليه ولاني بتفكر بغيرها ولاني بدها تاخذ ثواب، و يعني عملت هالتصرف. فكل انسان بيعبر بتصرفاته عن حاله. انا طلعت وانا طالعه اجى رح يسكر الاسانسير، قام اجت وحده من هدول الكتير كتير الشك بالشك وغوا وش هيك كتير زيادة أوفرة يعني بالأوتفيت والأوتلوك وهالقصص، فسندت الباب كان رح يتسكر، سندته برجلة وفتح الباب وداخله هيك بقرفة بطلع بالكل، بتدخل على الأسانسير شو بتعمل؟ تسد انفها، بتعمل اف انه قرفك. اقسم بالله يا جماعة، اقسم بالله انا اكثر انسان حساس للروائح، والله ما كان في ريحه، والله ما كان في ريحه ابدا. هي عم تحكي هيك انه بشكل عام يعني، انه ما حدا بيعرف على مين قصدها، بس انه هي شمت ريحه بشعب الاسانسير او هي بدها تعمل لحالها زحمه فعملت اف يعني. قام هي اللي شايله الكرتونه قالت لها بكل براده بكل هيك طلعت فيها، قالت لها هي ريحتك. قام دارت سكتت ما حكت ولا كلمه. هلا انا ايه
اذا رديتي لهم الا هذيك الاول وحده اللي انا كنت هذا هذيك هي بدات تعمل مشكله. بس بشكل عام وقت بتتعرضي لموقف وبتسكتي له بزيدوا عليك. اذا ما سكتتي ويعني فرجيتي انت مانك خايفه منهم يعني هن تراك لتراكها ايه فبسكتوا يعني ما بيزودوا بخاف. هي كانت نزلة على المول عبارة عن 40 دقيقة عشنا فيها عشتيها هالثلاث قصص خلتني ارجع اقول عن جد يعني النفوس تعبانة والله. وقت بصلاتي دعيت يا ربي تخفف على الناس يعني من بزعلوا وهن بنفس الوقت يعني بزعلوا لانه الحالة النفسية اللي هن عبعدوا فيها لعب خليهم يتصرفوا هيك انا بعطي عذر. بس بنفس الوقت كمان انت اللي عم تتعرضي لتشوفي هيك ناس عم تتعامل معك كمان انت عم تنأذي نفسيا. فالله هيك يهدي النفوس يا رب والله يا جماعة عن جد يعني كتير انا ممكن عم بحكي لكم اياها انتوا تحسوا انه اي عادي او كذا تعيشيها كتير بتجرح يعني بتجرح. هلا انا لو ماني انسانة قوية وانسانة حساسة يعني ماني من نوع الحساسة وهيك كنت كتير انه اثر على حالي واثرت علي القصة لا اثرت علي ولا همني ولا حطيتها ببالي بالعكس زعلت عليهم اللي هيك عم بتصرفوا زعلت عليهم. فالله يحسن اخلاقنا اهم شيء. وعن جد يعني قديش اكتشفت انه الاخلاق بهذا الزمان هو اغلى شيء بنملكه اغلى شيء بنملكه. تصرف الصح اللي بتعمليه بحياتك رح ينكتب والتصرف السيء اللي عم تعمليه بحياتك كمان رح ينكتب ورح يقلب عليكي. يعني هلا هي ايش استفادت اول وحده اللي عملت هالمشكله هي انا ايش الشيء اللي هداني انه اول شيء انا فكرت الموضوع عنصري انه لانني سوريه وكذا لانه وقت قالت لي انه ما شاء الله عندك تركيز روحي دوري لحالك فانا اعتبرته موقف عنصري. بس شفتها تخانقت مع الاهل الكاشير اللي هن كلهم تراك ومع واقفين على الطابور كلهم تراك وعم تلحق للكل ياي شيء مو طبيعي. قالت لي قديش حبيت انه اصور لك فيديو يعني تشوف الشيء اللي صار. لا والله ما نمشي لا اشوفها ولا ارجع اشوفها ولا ارجع التقى فيها. بس انا كثير بامن انه الدنيا دواره وقت بيجي انسان بظلمك او بظلمك بدور الدنيا بيكون هالشخص بحاجتك. كثير 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 عشتها كثير ياي ايش عندي قصص ياي لو احكي لكم اياها هيك بتندهشوا. كثير صار عندي بسموها كارما انه اذا حدا ظلمك او حدا عمل معك موقف سواء ايجابي او سلبي بتدور الدنيا يا اما انت بتكون بحاجته يا اما هو بيكون بحاجتك. كتير بتصير معنا هاي المواقف. فهيك حبيت انه اطلع بهالفيديو منو ادردش معكم منو اللي زمان ما نزلت لكم فيديو حابك احكي معكم افتح لكم قلبي وقالكم انه تجنب. هلا فتت ايام عياد وهيك فممكن كتير تتعرضوا لمواقف فتجنبوا. انا برايي انه احسن شيء واحد يتجنب وما يحط حاله بمواقف هو بغنى عنها. ايوه بس هاش ما بدي اقدر اكثر من هيك بدكم كتير. المهم كنت عم بدعكم وفصل التليفون لأن حاططه على التابلو كتير كتير سخان ففصل لحاله. فبس بحبكم كتير كتير ديروا بالكم حالكم شوفكم خير إن شاء الله فيديو جديد. خلونا نتحلى بالأخلاق الحلوة. ما في شيء بهالدنيا محرز إنه نحن نزعل عليه أو نزعل مشانه أو نفش خلقنا مشان أي شيء. بالعكس أنا بحس الإنسان وقت اللي بياخد الأمور ببساطة وبيطنش بيرتاح أكتر إنه يعمل مشكلة ويوجع راسه وكذا. صح بناخذ حقنا وصلت رب العالمين اخذ لي حقي بدون ما انا ازعج حالي بدون ما اتعب. كانت بصراحه احلى بكتير يعني رياكشن وخاصه انه نفس اليوم يعني ما رجعت على البيت وانا متضايقه بنفس اليوم. يعني سبحان الله ماني شمتانه اكيد بس الانسان بده يتعامل هيك بده يلاقي جزاء الشيء اللي هو بيعمله. بس كان كتير كتير تفرجوني فيديو هيك عم صوركم هلا فيديو روتين من الصبح للمساء وهيك اكيد تشتدوا هاي الاجواء كونوا بانتظارها. بس بحبكم كتير كتير بايت بوساتي احلى عائله.